احنا بنطالب من البلدية اساس انه تقدم اللي هي البنية التحتية من مجاري ومن شبكة كهرباء ومن المي موجودة طبعا، بس اللي هي ما فيش مجاري، فيش شبكة كهرباء طبعا، هذا ممدود على حساب السكان الموجودين في الحي. طبعا رصف الشارع لانه في الشتاء الاولاد بتبهدلوا، طبعا المنطقة بتكون مطرة وبتكون مهدلة. طبعا البنية التحتية مجاري ما فيش شيء، فبنطالب بمجاري. طبعا زي ما تعرف مش ما فيش اسفلت في الشارع، فاذا برصفوه يعني بكون ممتاز. في الخدمات اول حاجه تكميل الشارع الاسفلت واصل عند الجامع تكميله لباقي المنطقه، وبنقصنا فتح شوارع فرعيه على المنطقه، شوارع من الاراضي الزراعيه الثانيه، وتكميل الشارع تبع العديسي اللي بوصل على الفرطه. عندنا كمان الصرف الصحي مش واصل لاغلبيه المنطقه تحت، بخصوص الميه تجي لنا ساعتين بس، مرات بتكون غير كافي مع جدول الكهرب، يعني يكون التنسيق بين جدول الكهرب والميه وقتاش بتيجي. مجاري ما فيش شيء، خدمات ما فيش شيء. ايش يعني لما واحد سحب كهرباء على حسابه لما وصل هنا خدمات ما فيش، ايش اقول لك كمان؟ اسفلت يعني برات ما فيش، انت ايش اظن؟ قولوا الخدمات ما فيش، ايش ضايق عن بلدي؟ بيت حانون كلها قطعة واحدة، ونحن ننظر لها بمنظار متساوي، هي لا فرق بين المناطق المهمشة والمناطق اللي داخل المدينة، لكن الذي يختلف هو ما يقدمه الدول المانحة. الدول المانحة تشترط شروطا معينة، إذا توفرت في المناطق النائية تكون مشاريع حق الأولوية لهذه المناطق، وإذا طلبت في داخل المدينة فالمشروع، بمعنى أنه اختيار المشاريع وفق معايير يتم طلبها من قبل الدول المانحة. منطقة الفرطة استطعنا خلال الفترة السابقة أن نعبد تقريبا نصف الطريق الموجودة، وموجود فيها كل الخدمات، المياه والصرف الصحي حتى الحد نهاية السلك، يعني حتى وصول السلك الاحتلال الإسرائيلي. فالخدمات مقدمة من مياه وصرف صحي، الذي ينقص المنطقة هو إكمال شارع الفرطة من ناحية التعبيد الإسفلت. النظافة، المياه، الصرف الصحي تقريبا كله واصل بطريقة مناسبة، وإن كنا نطمح أن يكون هناك يعني خدمات أفضل، لكن الإمكانات في ظل الحصار صعبة جداً،